بيكم في حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. بعتذر عن الغياب اليومين اللي فاتوا لأسباب خاصة، وإن شاء الله نتواصل الفترة الجاية. مساء الخير في حلقة الانتصار، مساء الخير في حلقة استمرار حصد الألقاب، مساء الخير في حلقة نتحدث فيها عن البطل الإفريقي، البطل المسيطر والمهيمن على كرة القدم السمراء. مساء الخير على الأهلي الذي اتجه إلى تونس من ثلاث ساعات على متن الطائرة الخاصة برئاسة البعثة كابتن محمود الخطيب. مساء الخير على الأيام الحلوة اللي بنسترجعها وبنستعدها كل سنة. مساء الخير على التعود على الانتصار بأهم بطولة في القارة السمراء والمؤهلة لكأس العالم للأندية وأحد أقوى البطولات في العالم، حتى لو رأى كابتن حسام حسن غير ذلك المدير الفني للمنتخب. مساء الانتصارات الدائمة، السنة دي سنة مختلفة تماما، سنة فيها أهلي وزمالك فاينل، ولما يبقى أهلي وزمالك فاينل إفريقيا ده خير تعويض على اللي حصل من منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية. زي ما بيقولوا كده، عدالة السماء سقطت على الكرة المصرية، حتى لو الكابتن حسام حسن مش شايف كده. الكرة المصرية بحصد اللقبين، دوري الأبطال إن شاء الله للأهلي، كأس الكونفدرالية إن شاء الله للزمالك، وبعدين مباراة السوبر الإفريقي بين الكبيرين إن شاء الله، يبقى مفيش فوق الكرة المصرية في 2024، حتى لو شاف كابتن حسام حسن غير كده. الحقيقة نادي الأهلي نادي على مدار تاريخه متعود على البطولات، ومن التعود على البطولات ومن الثقة الكبيرة اللي زرعها وسط الجمهور المصري والجمهور الأهلي بشكل خاص، بقى الأهلي يخش أي فاينل يبقى هو المرشح الأول وبالنسبة الأعلى. نادي الأهلي بيمتلك لعبته خبرات، يعني اي لعيب النهارده مع البعثه اللي مسافره كسبان على الاقل البطوله دي مرتين، باستثناء الناس اللي جت السنه دي زي امام عاشور، زي رضا سليم، طبعا عمر كمال مش مقيد، وسام ابو علي، باستثناء دول عشان دول لسه جايين السنه دي، ومودست والناس دي، لكن بشكل عام باقي البعثه على الاقل مرتين. ففكره التاهل للفاينل ده العادي بتاع الاهلي. خد بالك، الاهلي تاهل للفاينل عن جداره واستحقاق وقوة، وهو حطم مازيمبي نفسيا. خد بالك، مازيمبي السنة دي كان عايش الدور قوي، وكان بيتعامل ان هو يعني بص ان لم يتوج فاقل شيء يوصل فاينل. حطموا النادي الاهلي، والاهلي عمل كده وهو السنة دي في المرحلة اللي فاتت، مش الاخيرة اللي قبليها، ما كانش احسن حاجة من بعد كاس الامم، بس لانه الاهلي، لأنه الأهلي المتمرس، لأنه الأهلي الكبير، لأنه الأهلي القادر والذي يستطيع أن هو يتعامل مع كل مرحلة بذكاء ضخم جدا. بعض الناس بعد مباراة القمة الأهلي والزمالك تصورت أن الأهلي هيعاني، مش هينهار لكن هيتراجع بعد الخسارة، وإذ بالأهلي ينتفض ويتحول لأسد يدافع عن عرين البطل عشان يكسب ايه؟ يتعادل مع مازيمبي هناك ويحطمه هنا بالتلاتة، ويكسب الماتشات الاربعة بتوع الدوري، فيحقق العلامة الكاملة بعد مباراة القمة بتاعت الزمالك، فهكذا يكونوا الابطال. لعيبة الاهلي مش محتاجة اتكلم وحفزها، لان لعيبة الاهلي لعيبة عندها ادراك واحساس بالمسؤولية ضخم جدا وعالي جدا، والماتيريال ده لما هتشوفه لو بصيته في ملامح كل لعيب في النادي الاهلي، لو لقيته قاعد كده لوحده وكاميرا جايباه ومش شايفها، هتلاقي، عارف انت لما حد بيقول مثلا حاجة على السوشيال فيحط نار في عينيه، بيسموها ايه بتاع دي، لما حد بيعمل اسقاط على كلمة، يكسف واحد، يعمل معرفش ايه، يقول افيه فيحط نار كده بتطلع من عينيه، اه لعيبه الاهلي بتطلع النار من عينيها قبل ماتش الفاينل بتاع الترجي التونسي. ويا ويل الترجي التونسي
جابوا عرافين وجابوا ناس وتصريحات والميديا وبيحاولوا ان هم يظهروا قدرتهم على منافسة الاهلي او على الاقل 50-50. لكن اللي في عينين لعبة الاهلي وجهازه الفني والاصرار اللي عليه مخلي، وانا بقول لكم اهو، مطمن 100%. والاهلي مش هيخسر في تونس ان شاء الله، كل حاجه بمشيئة الله. بس الاهلي مش هيخسر في تونس لاسباب كثيره جدا، لان الاهلي بيعرف ازاي يكسب الالقاب، لان الاهلي دلوقتي بافضل مستوياته الفنيه قدر في الفتره ما بعد مباراه القمه لغايه مباراه البلديه الاخيره ان هو يعمل صعود رهيب بذكاء كولر. يعني شوف كولر احنا هاجمناه في بدايه السنه وفي منتصف الموسم، في البدايه والمنتصف، لكن قدر في الست ماتشات اللي بعد مباراه القمه 4 دوري و2 مازيمبي يصنع فريق جديد بقدرات خياليه بدنيا وفنيا ومهاريا وتكتيكيا بالتدوير الذكي جدا اللي عمله في الست ماتشات دول. التدوير يعني احمال، واحمال يعني علم. ولما الاهلي يقول انا محتاج بعد الفاينل اجازه لعبتي لان ده البرنامج بتاع الاحمال البدنيه اللي حطه الناس بتوعي، يبقى مش بيغلس على المنتخب ولا على اتحاد الكره عشان ازمه الشيبي مع حسين الشحات، لا ده علم. حتى لو مش شايف كابتن حسام حسن كده، وانا هقعد كل شويه هقول حتى لو مش شايف كابتن حسام حسن كده، لان هو اللي اجبرنا على كده، لاني ما شفتش في حياتي مدرب يصنع لنفسه الازمات بهذه الصوره وبهذا التشاؤم قبل مرحله مهمه جدا للمنتخب في تصفيات كاس العالم، بدل ما يزرع جوانا الثقه ويزرع جوانا ان هو الرجل الذي جاء لانتشالنا ورفع مستوانا وتحضيرنا وتجهيزنا، ويقول ان احنا هنفترس اي فريق، ده منتخب مصر مش اي حد، لا واذ به يزرع الاحباط والتشاؤم والحزن جوانا. ايوه الكابتن حسام حسن عمل كده، وانا ما اعرفش هو ليه راح النهارده ماتش بيراميدز وسيراميكا. انا فوجئت بيه موجود في المدرج رغم ان هو بيقول لك مفيش لعيبه في الدوري، طب انت رايح ليه؟ انا كان ليا راي ان ده تمهيد واضح ان هو هياخد عدد كبير من لعيبه الاهلي المعسكر الجاي، فمبرره ان مفيش لعيبه في الدوري. فالاهلي هيعمل معايا كده ليه؟ ده انا هعتمد عليه، عايز 10 لعيبه 12 لعيبه 13 لعيب من النادي الاهلي، فمفيش لعيبه في الدوري. انما اخراج دم تقيل، وهنتكلم بعد شويه عن القصص دي كلها. الاهلي فريق بطولات، الاهلي فريق هو رمز الكره الافريقيه الان في كاس العالم للانديه وعلى مستوى العالم. الاهلي السنين الاخيره لعب قدام بايرن ميونخ، ولعب قدام ريال مدريد، ولعب في بطوله فيها مانشستر سيتي وليفربول. يعني الاهلي في كاس العالم للانديه كانك راح اخر الشارع، يعني كانك راح تجيب حاجه من اخر الشارع. اه الاهلي كده دلوقتي في كاس العالم للانديه، وراح 2025 في كاس العالم في امريكا، واول واحد اتهنى من انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي كان النادي الاهلي. الترجي له طموحه؟ اه لطموحه، نحترم هذا الطموح، نحترم هذا الطموح. بس يا فندم لما تواجه النادي الاهلي، لما تواجه النادي الاهلي لازم تبقى عارف انك تواجه سيد افريقيا، وسيد افريقيا او الليدر بتاع افريقيا يعني مش معناه انه جاي لك عايش الدور، لا، ده القائد ده بيبقى في قمة التركيز عشان يبقى قائد، في قمة القوة عشان يبقى قائد، في قمة الذكاء عشان يبقى قائد، في قمة التخطيط والتكتيك والتكنيك عشان يبقى قائد، في قمة التعود على الانتصار عشان كده هو القائد. فانت جاي لك يا ترجي، ويا ويلك يا ترجي. خد بالك الاهلي كسبان الترجي السنة اللي فاتت 3-0 هناك، بس المباراة كانت بدون جمهور. السنة دي المباراة بجمهور 27,000، وانا عارف الجمهور التونسي جمهور محترم، والتشجيع في الملعب حقه، وطموح الترجي حقه، لكن طموحاتنا مع الاهلي تفوق الوصف. وانا بقول لكم اهو توقعاتي، الاهلي لن يخسر في تونس. وده على فكره مش تحيز للاهلي،
وده مش عشان خاطر احنا عايزين الاهلي يكسب اللقب، لا، ده الانعكاس الطبيعي للمستوى الفني بين الفرقتين. الاهلي افضل فنيا وافضل تكتيكيا وافضل تاريخيا وافضل في كل شيء. فاذا المعادلة كانت العدالة هي التي تحركها، يبقى الاهلي هو البطل. دي الامانة في العدالة. فالاهلي سافر النهاردة مش شايف غير العودة من تونس بافضل نتيجة، وده اللي عمله وركز فيه جدا كولر. كولر بينام ويقوم وياكل ويشرب ويخش الحمام يعمل بيبيه وكل الكلام ده بالترجي التونسي، مش شايف غير الترجي التونسي. اللابتوب بتاعه ما بيفتحش غير الترجي التونسي. لو اللابتوب ده بتاعه وقع هينقط ترجي تونسي ولعبت الترجي التونسي وطرق لعب الترجي التونسي. شايف عدد من الماتشات، عدى العشر ماتشات، اخر عشر ماتشات للترجي التونسي. في كل ذكره كانه في الثانويه العامه صم بمناسبه الامتحانات اللي جايه بتاعه الثانويه العامه. فمن كولر مذاكر، المدربين بتوع اللي هم المساعدين بتوعه اللي بيقطعوا الفيديوهات دي بيسموهم ايه؟ محللين الاداء، عاملين لكل خط في النادي الاهلي تحقيق اداء، تحليل اداء للمنافسين بتوعه. فاللعيبه كمان في المحاضرات وعلى الموبايلات بتاعتها وعلى الايبادات بتاعتها وعلى الاجهزه بتاعتها شاربين نايمين اكلين قايمين ترجي. ما فيهاش هزار. ولما اقول للترجي ده انت جاي لك الشناوي ومعاه مصطفى شوبير المتالق ممكن يبقى بديله الشناوي، هار ابيض، محمد هاني وعم منعم وربيعه ومعهم ياسر ومتولي، ياسر ابراهيم رجع ومتولي ومعلول والدبيس مسافر، وعندك اكرم وعندك مروان واليو ديانج رجع وامام وندفد وقفشه وكهربا وسام ابو علي وبرس تاو وحسين الشحات ورضا سليم، يا ويلك، وكريم فؤاد، مش عايز انسى حد، يا ويلك، دي كلها اسماء ترج وتهز. عشان كده ثقتنا في النادي الاهلي ضخمه جدا، وثقتنا في ان لعيبه الاهلي عارفه بتعمل ايه، وان النصح بتاعنا مش هيضيف ليهم حاجه، لان هم فاهمين كويس جدا المسؤوليه اللي عليهم وازاي يفرحوا المصريين ويفرحوا جمهورهم اللي بالملايين في كل انحاء العالم. توكل على الله يا اهلي، سر على بركة الله يا أهلي، مستنيينك يوم السبت بنتيجة إيجابية، وكل الناس في ظهر النادي الأهلي زي ما كل الناس كانت في ظهر نادي الزمالك في الماتش الأولاني بتاع نهضة بركان. ونادي الزمالك إلى حد كبير كان على قد العهد وعلى قد الموقف، وكان ممكن يطلع بنتيجة كمان أفضل لأنه أفضل، لأنه أحق باللقب، ودي بأمانة الله فنياً. يوم السبت بإذن الله الأهلي هيكون قطع 80% من مشوار الفوز باللقب.